مرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم. أعزائنا الكرام، قبل أن نبدأ نقف هذه الوقفة القصيرة ثم نعود إليكم بعدها بإذن الله. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سماحة الشيخ، نبدأ معكم بهذه الأسئلة التي ترد إلينا عن طريق الموقع وهي كثيرة في الحقيقة. الأخ خالد من مصر يقول: ما حكم شركة بين اثنين أحدهما يساهم بشاحنة لنقل البضائع والآخر بالعمل بها ثم يقسمان بينهما ما ينتج من ذلك العمل بنسبة يتفقان عليها، وماذا يصطلح على هذه المعاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاشتراك اثنين في أن يوفر أحدهما آلة لعمل وأن يقوم آخر بذلك العمل يعد من باب الإجارة إن كان يتفقان على أن يكون الدخل مقسوما بينهما بنسبة يتفقان عليها، كأن يكون مناصفة أو يكون بنسبة 25% أو بنسبة 30% أو بنسبة 40% على حسب ما يتفق عليه الطرفان. فهذا من باب الإجارة، ولكن هذه الإجارة ليست هي إجارة في مقابل نقد، وإنما هي في مقابل ما يأخذه الأجير من حصة من الدخل. فإن كان يتفقان على ذلك فلا حرج في ذلك، على أن الأجير لا تترتب عليه خسارة بأي حال من الأحوال. نعم. الأخ أبو السعود من الإمارات يقول: هل الاحتكار يكون في المقتات الذي يحتاج إليه أم في كل ما هو غذاء للناس كصنوف الخضر وأنواع الفواكه والحلويات والأغذية المصنعة؟ كل ما يحتاج إليه الناس لا يجوز احتكاره، وإن كان الأصل في الاحتكار إنما يكون في المقتات، ولكن نظرا إلى أن الاحتكار لدفع المضرة عن الناس، فإن كانت هذه المضرة تترتب على احتكار غير المقتات المدخر فحكم ذلك كحكم المقتات المدخر، لا يجوز الاحتكار فيه بحال من الأحوال. نعم. أيضا من ليبيا الأخ الكريم داود يقول: قام عمرو وزيد بسرقة مبلغ من المال، بحيث كان عمرو يراقب مكان السرقة لتأمين صاحبه، وزيد باشر أخذ المبلغ، وبعد انتهاء العملية قسم المبلغ بينهما، ثم تاب زيد وأراد أن يتنصل مما سرق، هل يلزمه أن يدفع المبلغ كاملا الذي سرق أم يدفع القسط الذي أخذه، مع العلم أن صاحبه لا يريد أن يتنصل من المبلغ الذي أخذه؟ عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، وعليه أن يذكر صاحبه وأن يدعوه إلى الرجوع إلى الله، وأن يدعوه إلى التخلص من هذه التبعة التي يترتب عليها الإثم الكبير ويترتب عليها العذاب الأليم في الدار الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى توعد على أكل أموال الناس بغير حق الوعيد الشديد عندما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القليل من أموال الناس يورث النار. فعلى كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة صادقة
وأن يتخلص من هذه التبعة ويرد هذا الحق إلى صاحبه. فإن أصر الطرف الآخر على عدم التوبة فعلى الطرف الذي يريد التوبة إلى الله والرجوع إلى الله أن يتخلص من جميع المال، لأنه لولا مشاركته في السرقة وقيامه بهذا لما أمكن أن تتحقق السرقة. فإذا عليه أن يتخلص من جميع المال إن لم يرضى صاحبه أن يدفع الحصة التي عنده من هذا المال لأجل التخلص. نعم. نذكر بأرقامنا 24696666 و24697670 أما من خارج السلطنة فأرقامنا 00968695855 وهذا الرقم كما قلنا يستخدم فقط من قبل الإخوة من خارج السلطنة. الأخ محمد المزروعي، كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله. طيبين بخير. عافاك الله الأخ محمد. شيخ أحمد كيف حالك؟ الحمد لله حق حمدي. بارك عليكم الشهر. الله يبارك فيك يا محمد. تفضل محمد. طال عمرك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا حضرت مع جماعة يصلوا صلاة العشاء. نعم. سفر يعني ويقدموا الصلاة وأنا بصلي المغرب. نعم. فقالوا أنت واحد منهم قال يصلي أنت الثلاث ركعات وتسلم. نعم. الآخر قال لا وتسلم وتواصل معنا الركعة الرابعة مع صلاة العشاء. الآخر قال لي لا أنت ما يجوز أن تصلي ثلاث ركعات وتنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم. أريد جواب فيها. تسأل عن الحكم عموماً. طيب إن شاء الله. الثانية، طال عمرك عندي والد مريض وضع الشيخ يدعي له، الحمد لله أنه كان اليوم الشيخ أحمد موجود وكان من يوم أنا أحاول وما حصل. نسأل طيب. الله له العافية. أبوي مريض في مستشفى ومريض برض يعني تعبان فيه. عافاه الله. ما أنت استمع إلى الشيخ، هو يدعو الآن أخ محمد. عافاه الله وشفاه شفاء لا يغادر سقما ولا بلوى. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم عافه واشفه شفاء لا يغادر سقما ولا بلوى. آمين. جزاكم الله خير. شكرا الأخ محمد. شكرا. من فرنسا الأخ سليمان يقول: من حلف عدة مرات وأراد التنصل هل يكفر عن كل مرة حلف فيها كاذبا أم تجزيه كفارة واحدة عما مضى؟ وما الفرق بين اليمين الذي يوجب الحنث واللغو في الأيمان؟ في هذا قيل عليه أن يكفر عن كل يمين كفارة، وقيل ما لم يكفر تجزيه كفارة واحدة لجميع الأيمان السابقة. وهذه الرخصة تبذل للتائب الذي ليس عنده يسر يتمكن منه أن يكفر عن كل كفارة عن كل يمين كفارة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، والتائبون تفتح لهم أبواب اليسر بعون الله تعالى. ثم بالنسبة إلى الطرف الآخر من السؤال، كيف؟ نعم، هو أيضا يقول: ما الفرق بين اليمين الذي نعم. يوجب الحنث واللغو في الأيمان؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم، يمين اللغو هي في مقابل اليمين التي تعقد، ومعنى هذا أن اليمين اللغو التي تصدر من الإنسان في حال مخاطباته بدون قصد، كأن يقول لا أفعل كذا والله، أو لا أتناول هذا الشيء قبلك والله، أو نحو هذا، أو كلا والله، أو بلى والله، كما هو شأن الكثير من الناس الذين تنفلت الأيمان من ألسنتهم بدون أن يقصدوا الحلف. فهذه هي من اللغو، كما جاء ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يمين اللغو أن يقول الرجل بلى والله وكلا والله ونحو ذلك. وأما اليمين التي هي يؤخذ بها الإنسان ويطالب بتكفيرها فهي اليمين التي يعقدها، أي التي ينويها بحيث يقدم على اليمين عن قصد، لا تنفلت من لسانه بدون قصد.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتموها وقصدتموها وأضمرتموها في نفوسكم، فهذه هي الأيمان التي تؤاخذون بها، وكفارتها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. نعم، جزاكم الله خير سمحت الشيخ. الأخ حمد الحسني، الأخ حمد الحسني معنا. أيوة، السلام عليكم. الأخ حمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بالخير. أهلا بك الأخ حمد، الله يمسك بالخير. حياكم الله. لدي سؤال واحد فقط. تفضل الأخ حمد، أهلا بك. هنالك بعض الناس إذا ما رأوا حجة أهل الحق والاستقامة في المسائل المختلف فيها، وخاصة العقدية واضحة بينة تتوافق يعني مع الفطرة السوية والمنطق السليم، حذروا من الاستماع لأهل الحق والاستقامة قائلين لا تستمعوا لهم فإن كلامهم معسول، وإذا ما رأوا علامات وسيم الصلاح تشرق من وجوه علمائهم وصلاحائهم قالوا هم فعلا عباد ولكنهم جهال وربما سألوا الله لهم الهداية. وطبعا هذه النبرة نسمعها كثيرا من كثير من يعني يتصدرون للدعوة. ما تعليق سماحتكم على هذا؟ ونسألكم الدعاء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عفاك الله. الأخ سعيد الرواحي. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ سعيد، كيف حالك؟ بخير، أهلا بك ومرحبا. الحمد لله. لدي سؤال. تفضل الأخ سعيد. سؤال يا تفضل. رجل أصابته جنادة في نهار شهر رمضان، نعم، في مكان لا يوجد فيه ماء، فقام فتيمم، وبعد فترة طويلة أدرك الماء فقام فاغتسل. السؤال، هل يجب عليه شيء من القضاء؟ نعم. سؤال ثاني. تفضل. في حلقة أمس أحد الأخوة طرح مسألة، ألا وهي إن بعض الموظفين يطلبون من المسؤول عليهم بإضافة بعض الساعات، نعم، بدون عمل. في هذه المرة إذا كان الأمر بالعكس، المسؤول يضيف هذه الساعات بدون طلب الموظف، نعم، فماذا على الموظف؟ هل يرفض هذه الساعات أو حتى بدون علم يعني لا يشعر إلا بهذه الإضافات إلا في راتبه الشهري يعني؟ نعم. فماذا عليه يعني؟ جميل، شكرا. شكرا لأخ سعيد، بارك الله فيك. بالأمس سمحة الشيخ اتصل الأخ خاطري من أنجولا أيضا، يقول عندما يقرأ القرآن الكريم في المسجد قد ينتقض وضوءه لريح أو شيء من هذا القبيل، فهل يلزمه أن يجدد الوضوء من أجل أن يجدد قراءته للقرآن الكريم؟ أما إذا كان يقرأ من المصحف فإن كثيرا من العلماء يقولون بأنه لا بد من أن يكون على وضوء عندما يمس المصحف، أخذا بما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث الربيع الذي في المسند يدل على ذلك، أنه قال لا ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين. فبناء على هذا كما ذكرنا، إن كانت القراءة من مصحف فلا بد من أن يجدد الوضوء على القول الراجح، وأما إن كان يقرأ عن ظهر قلب من غير أن يمس مصحفا فالأولى له والأفضل له أن يجدد الوضوء، وإن كان يباح له أن يستمر على القراءة من غير أن يجدد. لا خاطري معنا الآن على الخط كما يبدو. لا خاطري من أنجولا. لا خاطري تفضل. نعم، عفاك الله. نعم، أهلا بك الأخ خاطري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ، أقول سماحة الشيخ أحد دعاء أولا. نعم. وعندي وادر من الأسئلة. نعم، ولكن ليست ربما ليست في موضوع الحلقة ولكن لبعض الشقة. الحلقة عامة، تفضل يا خاطر. حاجة إلى أجوبة مشابية، أصبحنا مرغمين على أن نسأل في الوقت المناسب. تفضل يا خاطري. نعم. السؤال الأول. نعم، هل تجوز المعاملة بالعمولات؟ لا خاطري. أريد أن أرضى من أحد إخواني من العملة بعملة أجنبية بالعملة المحلية للبلد على أن أسدد له المبلغ بالدولار الأمريكي أو اليورو. نعم. لا خاطري. مع الفائدة بعد انقضاء الأجل الذي اتفقنا عليه. لا خاطري، تسمعوني. لا خاطري، هناك تشويش في الصوت، فقط تخفض صوت التلفزيون إذا سمحت.
نعم تسمعني جيدا؟ نعم تعيد السؤال بس إذا تسمح. السؤال هل بإمكاني أن أقترض مصاريفا من عند من أحد على أن أسدد له المصاريف بعملة أخرى غير العملة التي استلمت منه؟ نعم. على سبيل المثال أقترضه العملة اليومانية عملة الصمت. نعم. وبعد انقضاء الأجل أدفع له الدولار الأمريكي. نعم. بالفائدة على الرب على العلم أن الدولار يتعامل به يباع ويشترى ويربح ويخسر ويصعد وينزل هذا. نعم واضح. السؤال الثاني تفضل. هنا في أفريقيا المسلمون ليسوا متفقهين في الدين كثيرا. نعم. وهم يتزاوجون بطريقة غير إسلامية والبعض منهم يريد منا أن نعطيه أجوبة ليتخلص من وضعيته الحالية أي لتكون وضعيته شرعية. فهو على سبيل المثال يرى فتاة ويذهب إلى أهلها ويطلب منهم يدها فيقول له أبوها لا مشكلة فيدفع لهم مهرا مشروبا وغنما ولباسا لأبويها ولكن ليست هناك صلة للعقد. نعم. تذهب وتعيش أو في منزله بعد السنين 4, 5, 6, 10 ولهم الأولاد يقول الآن أريد أن أتزوج بها فيذهب بها إلى المسجد للعقد أو إلى الكنيسة لعقد الذين لم يكونوا مسلمين. فما هي الحالة التي يمكن لهؤلاء أن يحتالوا بها لتشريع هذه الوضعية؟ نعم. هل الشر قام مرض به والدها يكفي كصيغة لا بد من النكاح من صيغة؟ نعم واضح الكلام. مفهوم نعم. حاول تختصر لأخ خاطري تفضل. محل في بلد عندي محل في بلد أهل غير مسلمين أو شبه مصنع وفي أوقات في وقت الجمعة يكون المصنع في حالة خدمة. نعم. لكن جميع العاملين في المصنع وجميع العاملين الذين يبيعون فيه هم ليسوا من المسلمين. نعم. والذين يبيعون نفس التجارة التي يبيعها ليسوا مسلمين. نعم. يجوز لي أن أترك المصنع وقت الجمعة له على الرغم التغابن الذي يختشى منه شرعا. نعم. أيك الذين لهم نفس التجارة ونفس المصنع معي ليسوا مسلمين ولا يورقون مصانعهم من وقت الصلاة. نعم. يجوز لي أن أخلف أحدا من الذين يعملون معي على الرغم أنهم غير مسلمين. نعم. وأتوجه لصلاة الجمعة دون إغراق المحل. واضح جدا. جميل أخاطري شكرا جزيلا لك. شكرا على اتصالك بارك الله فيك. الأخ محمد الكعبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حمد أهلا بك. كيف حالكم؟ الحمد لله شكرا الله عفاك. كيف حالك سمحت الشيخ؟ بارك الله فيك أجرك الله. جزاكم الله خيرا إذا سمحت الحمد لله. الله يبارك فيك الأخ محمد تفضل. أنا عندي نقطتين بس بختصرها. أول بالنسبة ليمين اللغو. نعم. ويمين اللي تحتاج إلى كفارة. نعم. أنا أريد من سماحة الشيخ إذا ممكن يوضح الفرق بينهما. يعني هو الشيخ تكلم قبل قليل ولكن تحتاج إلى توضيح أكثر إذا ممكن يعني ما أعرف. نعم. ما كنت يمكن منتبه أو شيء. نعم. النقطة الثانية بالنسبة لقصر الصلاة. نعم. إذا كنت أنت من منطقة معينة وسافرت وخاصة في رمضان يعني كيف تقوم بالقصر مثلا وانتم تعلمون الان صلاة التراويح. نعم. وهكذا يعني كيف يكون الواحد يقصر الصلاة مثلا على سبيل المثال يريد يقصر المغرب والعشاء مع بعض. نعم يجمع. نعم ايوه جميل سؤال جميل مشكور. شكرا لاخ محمد من الامارات الاخ حمد عفوا شكرا جزيلا لك. طيب الاخ محمد المزروعي سمحة الشيخ يقول لم يصلي المغرب ووجد الجماعة تصلي العشاء بغض النظر عن الذين قالوا له ماذا يصنع؟ هل يدخل معهم أم يصلي أولا المغرب؟ العلماء مختلفون في ما إذا كانت صلاة المأموم غير صلاة الإمام كأن يصلي الظهر خلف من يصلي الأصر أو العكس هل يجوز ذلك أو لا؟ ولكن مع هذا حتى بناء على رأي الجواز ينبغي أن ينظر فيما إذا كانت الصلاة مختلفة في ركعاتها بحيث عليه أن يصلي 3 ركعات
لو زاد لكان زاد في فرض المغرب وجعلها أربعا. ففي هذه الحالة ينبغي له أن يستقل بصلاته عنهم بحيث لا يصلي مع إمام يصلي العشاء، لأن صلاته هي ثلاث ركعات وليست أربع ركعات. نعم جميل. نأخذ أسئلة الأخ خاطر ثم نعود إلى الإخوة. يقترض من شخص مبلغا من المال بعملة معينة لدولة معينة، ولكنه يرجعها يرجع المبلغ بالدولار مثلا، هل يصح هذا؟ أما إن كان ذلك من غير تشارط بينهما فلا مانع منه. نعم. أما مع التشارط فهذا لا يجوز، لأن الصرف حكمه حكم البيع، ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما حضر عملية تبادل ما بين طلحة بن عبيد الله وبين شخص آخر، وكان طلحة ينظر إلى الذهب الذي عند الطرف الآخر ويقول حتى يأتي خازني من الغابة، فقال عمر رضي الله عنه لا أبرح مكانكما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء وإلى آخر الحديث. فإذا الذهب بالورق يعني تبادل بين الذهب والورق، لا يمكن الفضة لا يمكن إلا أن يكون يدا بيد، وكما جاء في الحديث الآخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا بد من أن يكون ذلك يدا بيد، الصرف حكمه حكم البيع، فلذلك يجب أن يكون نقدا لا أن يكون بتفاوت، لا أن يكون بنسيئة. أما بالنسبة إلى من اشترى بعملة معينة وعند الوفاء وفى بعملة أخرى فلا مانع، بشرط أن يدفع إليه في ذلك الوقت، لا أن يتفق على أن يحول من عملة إلى عملة ثم يكون دفع في وقت آخر، وبشرط أن يكون بسعر يومه بسعر ذلك اليوم، كما جاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبيع الإبل، وكان يبيع بالذهب يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم أو العكس، فقيل له في ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إن كان بسعر يومه ولم تفترق وبينكما شيء، لا بأس إن كان بسعر يومه ولم تفترق وبينكما شيء، هكذا جاء في السنن. فإذا لابد من أن يراعى هذان الأمران، أن يكون في نفس المجلس يتفقان على أن يدفع بقيمة بعملة أخرى في نفس المجلس من غير أن يفترق وبينهما شيء، وعلى أن يكون ذلك بسعر ذلك اليوم بحيث يقابل ما بين العملتين ويكون بسعر ذلك اليوم نفسه. فإذا تم هذا فلا مانع منه. وكذلك بالنسبة إلى من اقترض فله أن يدفع القرض أو أن يؤدي القرض بعملة غير العملة التي اقترضها، ولكن من غير تشارط من أول الأمر، أما مع التشارط فهذا لا يجوز. هل يردها بسعر نفس ذلك اليوم؟ بنفس سعر ذلك اليوم. طيب، يقول بعض المسلمين هناك في أنغولا ليست لديهم صيغة معينة للعقد، وإنما أحدهم عندما يعجب بفتاة يذهب إلى أبيها ليخطبها يقول له أريد ابنتك، ويصطلحان على مهر معين، لا يكون هناك إشهاد ولا صيغة معينة، يأخذ زوجته إلى البيت وبعد ثلاث سنوات يسأل يريد أن الأمر لله عز وجل، يعني لابد من عقد ولابد من إشهاد. فإن قال الأب زوجتك ولو
هذه الكلمة وقبل الطرف الآخر أو المتزوج قال قبلت، وكان ذلك بحضور شاهدين أو أشهد، ولو بعد ذلك أشهد شاهدين على هذا فلا حرج في هذا، ولكن من غير إشهاد ذلك لا يصح، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة. ثم مع هذا إن كان هؤلاء جهلة وأرادوا أن يصلحوا أمرهم فعلى يترخص لهم على رأي من لا يشدد في هذا ويعقد عليهم الزواج من جديد على أن يعتزلها بعد ذلك. نعم، ما معنى أن يعتزلها قبل العقد بعدما يتبين لها؟ نعم، يعني بمجرد أن يتبين نعم يعتزل نعم ثم يعقد قرانه نعم من جديد. عنده مصنع وفيه غير مسلمين، عندما يقام أو يؤذن لصلاة الجمعة وتقام الصلاة هل يصح له أن يترك المصنع يعمل لأن فيه غير مسلمين؟ أما إذا كان العمل لا يشغل المصلين عن صلاة الجمعة لا يصدهم عنها فلا حرج عليه، لأنهم يشتغلون والمشتغلون غير مسلمين. نعم، يعني قضية البيع والشراء نعم أثناء النداء لصلاة الجمعة لا تشغل. على أي حال هذا عمل ليس نعم بيع، ثم إنها البيع ليس هنا بين مسلم وغير مسلم. نعم، وإنما بأنفسهم هم غير مسلمين. نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. الأخ محمد الكعبي أو حمد الكعبي عفوا من الإمارات يريد توضيحا آخر في اليمين اللغو واليمين المنعقدة مع بعض الأمثلة هكذا إذا أمكن. يمين اللغو هي فيها خلاف كثير، وللعلماء فيها أقاويل تزيد على 10، منهم من قال يمين اللغو هي اليمين مكفرة بعد أن تكفر تصبح يمين اللغو، ومنهم من قال بأن يمين اللغو هي التي تصدر في حال غضب، ومنهم من قال يمين اللغو هي اليمين التي تكون في معصية فإن كفارتها أن يكف عن تلك المعصية، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن نحن أخذنا بما دل عليه المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو الذي يتفق مع الآية الكريمة. عائشة رضي الله عنها قالت بأن اليمين اللغو هي التي تصدر من الشخص هكذا بأن يقول كلا والله وبلا والله، ومعنى ذلك أن يكون اعتاد أن ينطق بكلمة والله فتأتي في كلامه عفوية من غير أن يقصدها، هذه هي من اللغو. كما يفعل الناس عندما يتجاذبون الحديث في بعض الأمور وتنفلت من أحدهم كلمة والله، أو عندما يريد أحد منهم أن يقدم الآخر على نفسه في شيء فيقول لا والله أو مثل هذا. نعم، هذه يمين لغو. وأما اليمين التي تجب فيها الكفارة فهي اليمين التي يعقدها الإنسان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم، أي قصدتم نويتموها نطقتم بها وأنتم ناوون لليمين. نعم، ما تقوله الأم والأب للابن والله لا تدخل البيت إذا لم تفعل كذا، والله لا أكلمك، إذا كان ذلك من غير قصد فلا تكون يمينا معقدة أو يمينا تجب فيها كفارة، وإنما هي يمين له. أما إن كان يقول يأتي باليمين بقصد الحلف فالحلف إذن يعتبر في هذا، ويدل الكفارة هي المخرج كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على شيء ثم رأى غيره خير منه فليأتي الذي هو خير وليكفر يمينه. مسافر في رمضان يريد أن يصلي التراويح، هل يجمع المغرب مع العشاء أم يفضل أن يصلي العشاء في وقتها؟ أنا أعجب كثيرا من الناس الذين لا يدعوهم إلى الجمع شيء وهم مع ذلك يصرون على الجمع. المسافر ليس من الفرض عليه أن يجمع ما بين الصلاتين، إنما عليه قصر رباعية إلى ركعتين. أما الجمع فيسوغ له الجمع ويسوغ له الإفراد، والفضل في الإفراد إن كان مقيما في مكان،
أما الجمع فالأفضل لمن كان جادا في سيره، من كان سالكا طريقه وفي أثناء سيره يتوقف للصلاة فالأفضل له أن يجمع ما دام في طريقه. أما بالنسبة إلى الجالس فالأفضل له أن يفرد كل صلاة في وقتها. فلماذا هذا الذي هو مستقر ينتظر بعد المغرب العشاء وينتظر التراويح، لماذا لا يصلي العشاء في وقتها ويقتصر في وقت المغرب على صلاة المغرب وحدها؟ هكذا يؤمر. نعم. الأخ سعيد الرواحي يقول: من أصابته جنابة في نهار رمضان فلم يجد ماء فتيمم ثم أدرك الماء، هل يغتسل؟ يغتسل وليس عليه حرج إن شاء الله. نعم. نستقبل مكالمات أخرى. الأخ مبارك القاسمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مبارك، الحمد لله، عافاك الله. سمحت شيخ، سؤالي عن حكم القرن قاشي اللي هي عادة منتشرة معانا في البلد. نعم. راشد الغساني. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ راشد، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله، نشكر الله. لو سمحت عندي سؤال. تفضل الأخ راشد. أنا روحت من في بداية رمضان إلى العمرة. نعم. لكن كثير وسواس، ما أعرف ليش، يعني أطوف في الكعبة لكن وسواس كثير كثير. نعم. والله العالم هذا ليش؟ على الرغم أني لما كلمت زميلي كان رايح. نعم. قلت لي كيف هناك الوسواس؟ قال يخوز منك ماشي وسواس. نعم. لكن كثير يعني وسواس، حتى في البلاد وسواس، ما أعرف ليش كثير واجد. نعم نعم. طيب. والله العالم يعني. طيب أخ راشد، شكرا جزيلا لك. نحن طرحنا بالأمس سؤالا بالنسبة للموظف الذي يطلب منه أن يعمل 10 ساعات ولكنه يعمل 5 فقط ومسؤوله يعمل له أو يضيف له 10، لكن هذه المرة هو يسأل يقول هو يعمل 5 ساعات ولا يطلب من مسؤوله أن يضيف له أن يكتب له 10 ساعات، وإنما المسؤول من ذات نفسه يكتب له 10 ساعات ويأخذ أموالها، هل يصح له؟ ليس له أن يأخذ في مقابل عمله أكثر مما يستحق من المال، اللهم إلا إذا رأى المسؤول أنه يستحق لأنه جود العمل وكان إنتاجه في 5 يساوي إنتاج 10 ساعات من حيث وفرة العمل، ففي هذه الحالة له أن يراعي هذه الجودة التي في عمله أو كثرة إنتاجه في عمله فيوفر له بمقدار ما يراه يستحق، إن كان الأمر كذلك فلا حرج. نعم. أخ حمد الحسني يقول: يعني أهل الحق والاستقامة عندما يأتون بحجة في مسألة معينة وتكون الحجة فصيحة وقوية لا يجد الآخر ما يردها به، يحتال إلى صرف الناس عنها بأن هؤلاء كلامهم معسول وأنه لا يلتفت إليهم، وربما يلصق بهم حديثا يرى أنه يعني يرى أن الدائرة تشملهم فيه، وأن يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يتردد هذا الكلام في الحقيقة وهو مؤسف جدا. مرد مما يوسف له أن يكون المسلمون يتعامون عن الحقيقة ويشتغلون بما يفرق لا بما يجمع، وبما ينفر لا بما يؤلف، وبما يبعد لا بما يقرب، هذا مما يوسف له. ثم مما يوسف له أن يتعامى كثير من الناس عن الحجة، عندما يدلي أحد بحجة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتصامم عنها أو يتعامى عنها، الذي لا يستسيغ هذه الحجة ويدفعها بمثل هذا الكلام تعاميا عن الحقيقة ونكرانا للحق، هذا مما يوسف له كثيرا. هذا مثل ما كان يقع من بعض الناس، نحن وجدنا بعض الناس بلغ بهم الحال في محاولة إنكار محاولة تعامي عن دلائل القرآن، أن من العلماء مثل برمهاري يقول إذا رأيت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فأعلم أن فيه
شعبة من الزندقة فقم من عنده وداعه، هذا كلام غريب. أيكون الذي يتمسك بالقرآن عنده زندقة؟ كلام عجيب. على أن الروايات مهما كانت يجب أن تعرض على على ما هو ثابت، وكما يقول علامة السيد محمد رشيد رضا، إذا كانت الرواية يقدح فيها أن تكون مخالفة لما هو أصح منها من الروايات، أو لما هو أقوى سندا منها من الروايات، ويكون ذلك مانعا من وصفها بالصحة، فكيف بما يخالف القطعي من القرآن الكريم؟ كيف لا يكون مسلوب وصف الصحة؟ فإذا لابد من ثم الآثار غالبا هي آثار مروية عن علماء، ولا يمكن أن يعارض ما ثبت عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بما روي عن بعض الناس مهما كان قدرهم. فهذه على أي حال تعود إلى عقد نفسية في نفوس هؤلاء، فلذلك يريدون أن يصدوا عن الحجة. وهذا مع الأسف الشديد أمر وقع من المشركين من قبل، وقد أنكره الله تعالى عليهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهؤلاء الذين يريدون أن يتعاموا وأن يتصامموا عن حجة القرآن أو حجة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذا النهج مع الأسف الشديد. فنسأل الله لنا ولهم الهداية، وأن يخلصنا الله سبحانه وتعالى من هذه المشكلات. آمين يا رب العالمين. الأخ راشد يقول: ذهب إلى العمرة وطاف حول بيت الله الحرام، ولكنه يظن أن الوسواس ينتهي عند تلك النقطة، واكتشف أن الوسواس لا يزال به، ما السبيل للتخلص من هذا الوسواس؟ الوسواس داء في النفس يتغلب عليه بالإرادة القوية والتصميم وعدم الالتفات إلى ما يمليه الشيطان من الوساوس، فإن الوسوسة من الشيطان، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستعيذ به عندما يطرأ علينا أي طارئ من هذا القبيل. فالله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان عليه دائما أن يكون حريصا على الصلة بالله سبحانه وتعالى، وحريصا على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووساوسه ومكائده ونفثه ونفخه وكل ما يصدر عنه. وعندما يعتصم بالله تعالى نرجو أن يتغلب على هذه الوسوسة، وأن يستطيع مقاومة شرها وكبح جماحها، ويستطيع أن يسلك المسلك القوي، المسلك السوي، المسلك الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويخلصه من هذه المشكلات. ونوصي هذا الأخ المبتلى بمثل هذه البلايا أن يكثر من ذكر الله تعالى وتلاوة كتاب، بتلاوة المعوذات والاستشفاء بذكر كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص، بحيث يكثر دائما من قول لا إله إلا الله، ويكثر من قراءة سورة الإخلاص. بهذا نرجو أن يتغلب على الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في ذكره وفي تلاوة كتابه وفي التفكر في ملكوته خلاصا من مثل هذه الأشياء إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ صالح من بريطانيا يقول: نستعمل آلات لإبادة الحشرات كالذباب والناموس، وهي تعمل بطريق الحرق الكهربائي، حيث ترسل أشعة في الظلام فتتجه إليها وتحرق لتوها، ما الحكم؟ إن كان لا يمكن التخلص إلا بالإحراق لابد مما لابد منه،
وأما إذا كانت هنالك وسيلة أخرى لإبادة هذه الحشرات من غير أن تحرق بالنار فإنه يؤمر أن يتفادى الإحراق. في نصف دقيقة، هل هناك فرق بين الصعق والإحراق؟ لأن هذه المواد تصعق الحقيقة لا تحرق. إذا كانت لا تحرق فالصعق لا حرج فيها، الصعق هو نفس القتل. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أعزائنا الكرام، نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم على حسن متابعتكم. وفي الغد إن شاء الله تعالى سيظل موضوعنا مفتوحا أيضا لاستقبال مثل هذه الأسئلة وغيرها. نلقاكم في حينها بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.